السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كدير عمي الحاج لاباس عليك؟ الحمد لله بنتي، بارك الله فيك. يا مرحبا. بارك الله فيك عمي الحاج، وأواشر مباركة، والله يرحم هاد الناس اللي ماتوا، الله يرحمهم ويوسع عليهم يا ربي في هذا النهار. اللهم امين بنتي يا ربي، اللهم امين. واللي باقي اللي مريض الله يشافيه والله يرفع بينا عمي الحاج. يا ربي يا كريمه بنتي، بارك الله فيك. كدير عمي الحاج لاباس عليك؟ الحمد لله، شكرا بنتي، بارك الله فيك يا بنتي. كيف بقات الصحه ديالك شويه؟ الحمد لله، بارك الله فيك، وشكرا الاخ المستقبل المكالمات، كنشكره بزاف والله يجازيكم بخير. وانا فرحانه بزاف دائما الحمد لله في الخدمه، دائما في الخدمه مع الناس كلهم، ميسر معهم وكيتواصل ويراقب هذا لهذا وراقب هذا لهذا وميسر مع الناس كلهم الحمد لله. الحمد لله، الله يخرج سربيسه على خير يا ربي، والله يخلي له العزيز عليه. اللهم امين بنتي، بارك الله فيك، والله يجازيك بخير انت عمي الحاج، كنشكرك بزاف، والله يرحمك الوالدين. وشكرا على الاهتمام ديالكم وعلى اللي كتستقبلونا، الله يجازيكم بخير. واجبه بنتي، مرحبا. بارك الله فيك عمي الحاج، وانا فرحانه بزاف ومرتبكه لانني عاود نسمعك عمي الحاج. إياها بنتي، الله يحفظك ويرعاك. كي غادي في اليوميات ديالك والاخوات ديالك والمعاناه مع فقدان البصر؟ الحمد لله عمي الحاج، اللهم لك الحمد. صراحة انا عندك بالنسبه لهاد الهزه هذه كنت عند خوتي، صراحه تخلعنا بزاف، والحمد لله اللهم لك الحمد. وانت عارف عمي الحاج انسان مكفوف، يعني ما عندكش كيفاش دير تهرب، وهذا زعما كتشوف الناس خارجين الحمد لله، يعني الناس كيهربوا والمكفوفين غادي يهرب، ما عرفش الاتجاه. كل شيء خرج عمي الحاج، عرفتي الناس خرجوا حتى 4 الصباح دخلوا، كل شيء خارج. لا اله الا الله. كل شيء خارج، كل شيء خارج. بس ما من فتونات، ولكن ديك الساعه فين كنتي؟ ديك الساعه عند خوتك؟ اش من مدينه؟ ديك الساعه عمي الحاج كنت في فاس على حساب الطبيب، على حساب كان عندي رانديفو على حساب عيني يا خضر الحديد. ايها بنتي، لا اله الا الله. والحمد لله، عرفتي عمي الحاج مع العلو، راه الرابعه راه العلو بزاف كتحس، يعني راه يعني الناس هربوا في الدروج. انت دابا ما فاقد البصر، كي درتيها بنتي؟ هو عمي الحاج نقول جلسنا والحمد لله صافي، شهدنا وجلسنا وخلي، وحتى داز داك الشيء وعاد خرجنا حتى حنا من ايها الناس، يعني كل شيء يعني اللي شهد هذه علامه على قوه الايمان واليقين، لان ديك اللحظه اللي استحضر لا اله الا الله هذيك علامه من الله تعالى، كيقول انت راه عندك اليقين، راه اللي في قلبه اليقين، واللي كيبقى كيصرخ خصو يراجع الايمان ديالو، لان في الفزع كتحضر ديك لا اله الا الله. نعم عمي الحاج، وعمي الحاج مع الخلعه ومع هذيك، كاين اللي كيغوت، كاين اللي كيقول لا اله الا الله، كاين اللي كيقول الله اكبر، كل واحد مع الخلعه وهذه، زعما الانسان ما يحس بالعوان. صافي ما عندك ما دير، الانسان اللي جات من عند الله الحمد لله عليها، جلس ما حتى داز داك الشيء وشلنا كل شيء، خرج حتى حنا خرجنا. لا اله الا الله، هو فزع. نعم فزع كبير بنتي، فزع كبير. الحمد لله عمي الحاج، اللهم لك الحمد، اللي جات من عند ربي الحمد لله عليها، تبقى في كاين اللي جات من عند العبد، اما اللي جات من عند الله اللهم لك الحمد. حتى اللي كيجي من عند العبد هو من عند ربي، ربي هو اللي سخر ذاك العبد. الحمد لله. لا اله الا الله. ديالك اما خيرا او شرا، كل شيء من عند الله، قل كل من عند الله، يعني المؤمن كيقول لك كل شيء كي لا يرى لا حركه ولا سكون الا من عند الله. الحمد لله عمي الحاج، اللهم لك الحمد، الصراحه ما جات ما سميتو وعمي الحاج، انا مريضه بزاف، الله يجازيك بخير، كنت مدعي معايا الله يجازيك بخير، عندي تحاليل وصيفطوني عمي الحاج للرباط على حسب غير اللي زرع القرنيه وشنبرك عمي الحاج. الحمد لله بنتي. القرنيه مش تاع الطبيب باش نستافدوا منك، ربما هذا العمليه ربما تنجح والناس اللي هما مكفوفين تما ربما يلقاو الامل في الابصار. كيفاش بنتي درتي الرحله ديالك حتى وصلتي للتحاليل وغدير على القرنيه؟ مازال عمي الحاج دابا ما درت تحاليل، عندي تحاليل اخرين يعني على حسب فقر الدم وعلى حسب عندي شي امراض اخرى، اما بالنسبه للعينيه عمي الحاج انا عاد نتبع حاليا، قالوا لي خصك الرباط، عطوني واحد الورقه وانا مازال ما مشيتش. نعم، واش كاين امل انك تسترجعي البصر ديالك؟ ما عرفتش عمي الحاج على حقاش، هما اللي غيعطوني شحال يعني شحال في المئه، واش زعما شحال عندي في الامل فهمتي، هما اللي دابا ما عاد يسطوني. يا رب يا بنتي كلشي عند الله تعالى قريب. هما لك الحمد عمي الحاج على كل حال، دابا حاليا انا مازال ما مشيتش باش نعرف شنو كاين، وهذا زعما شحال هادي ملي عطوني الورقه، دابا تقريبا واحد الشهر ومازال ما مشيتش. الله يسهل لك الامور يا رب.
اللهم امين عمي الحاج معايا، الله يجزيك بخير. الله يشافيك ويعافيك بنتي، وان شاء الله بقاي ديما معنا لاله بسمه في التواصل، وان شاء الله باش نعرفوا التطور ديالك، حتى الى شفنا شي واحد فاقد البصر وزرع القرنيه ورجع ليه البصر حنا غنفرحوا كاملين، كلنا غنفرحوا معاه وغنساعدوا وغنتشجعوا باش كل مره نتعاونوا مع واحد او مع وحده اللي يقدر يزرع القرنيه ويرجع ليه البصر ديالو. نعم عمي الحاجي، وعمي الحاجي ما كصراحة الله نتمنى عمي الحاجي بغيت نتواصل معك، الله يجزيك بخير، عندي شي أمور اللي بغيت نقولهم لك بغيت نقولهم على إذا الله يجزيك بخير عمي الحاجي، نتمنى تتصل بيا وبغيت نتواصل معك، الله يرحم لك الوالدين بكل فرحة بنتي بإذن الله بإذن الله. الله يحفظك. الله يجزيك بخير عمي الحاج، وأنا أنا راني حاطة الفيديو ديالي في قناة الأمل للمكفوفين، شجرة الأمل للمكفوفين. يا ربي يا كريم، الله يشافيك ويعافيك. نعم اللي بغى يتواصل معايا واللي بغى يكتب غير شجرة الأمل للمكفوفين، وعندي الفيديو ديالي معاناة بسمة تاونس، معاناة بسمة رقموها. معاناة بسمة رقموها. معاناة بسمة رقموها، هذا هو هذا العنوان ديال الفيديو ديالي. واخا اش درتي في هذا الفيديو؟ اش كتبتي فيها بنتي بسمة؟ اش درتي فيه؟ حكيت فيها على المعاناة اللي كنعاني عمي الحاج، يعني المعاناة ديالي اليومية. هي باختصار باش الناس يفهموا هذا الان قبل ما يشوفوا الفيديو يعرفوا واحد النموذج ديال الفتاة اللي كتعاني، اشنو هي المعاناة ديالك اساسا في الحياة؟ المعاناة ديالي عمي الحاج هو يعني تعرفون البنت في البادية الكفيفة راه عمي الحاج صعيبة بزاف صراحة، الله راه واحد المعاناة قاسية بزاف، يعني ما كتلقاش اللي يساعدك، ما كتلقاش اللي يمشي معاك، الحمد لله انت في الدار ما محتاج حتى شي واحد نهائيا ابدا، يعني في الدار الحمد لله اللهم لك الحمد ما نحتاج لحد، زعما الحمد لله مدبره هذا الامور ديالي، ولكن عمي الحاج من خلالك تخرج راه ضروري خصك شي واحد اللي يديك الطبيب اللي يخرجك اللي ما تبقى مع من تهضر البوادي، يعني دابا البادية اخوات ما تبقاش مع من تهضر مع من تواصل. الناس هاجروا البادية ولا كسرنا لهم أبوابهم ما بقاش اجتماعيين كيف كانوا من قبل؟ ما بقاش عمي الحاج، بقى بحال دابا مثلا الراجل الكبير والمرأة صافي في الدار، يعني الدراري هذا كلشي كيمشي يخدم، البنات اللي تزوج اللي كيخدم على راسو، يعني البادية ما بقى فيها حد، لأن الوقت صعب تاع عمي الحاج، يعني ما بقى حد اللي جالس وهذا، ما بقاش كيما كان شحال هذه. أهلا يعني حتى كيجيك الملل، يعني ما عندك ما دير، واخا الحمد لله اللهم لك الحمد انا كنقرا القران الحمد لله، الله يجازيك بخير عمي الحاج. وبالنسبه للقرايه هذا العام ان شاء الله عندي الباك حر، تبارك الله عمي الحاج، ادعي معايا الله يجازيك بخير بالنجاح يا ربي. الله ينجحك بنتي بسمه دابا عاوتاني المعاناه ديالك باختصار، شنو هما المطالب ديالك بحال الشابات اللي في المستوى ديالك، شنو هما المطالب باش ترتفع هاد المعاناه باش يشعروا بانه بالراحه وبالسعاده بالهنا؟ الحمد لله عمي الحاج، غير هو حاجه يعني الانسان انت عارف عمي الحاج الانسان ضروري خصو كيقلب على يعني شنو هي الحياه ديالو، خصو يستقر، خصو يعني بزاف الحوايج، ما حدك انت هكا وانت كتقلب، هي انت كتقرا وكتحفظ القران الحمد لله، ولكن ضروري خصك يجي واحد الوقت حتى انت تستقر، حتى انت كما كنقولوا تعرف شنو كاين، كما كنقولوا حنا بالهذا ديالنا تعرف راسك مرجلي، كما كنقولوا خصك تاسس حياتك حتى انت تعرف يعني فهمتينا عمي الحاج، يعني فهمتك الحياه متواصله وخص الانسان يبني الاسره ديالو ويكون عنده استقلاليه ويكون عنده حياه ماديه مريحه. لا اله الا الله. بس ما سولت واحد عمي الحاج. نعم كنسمع. لا تفضلي ما كنطلبوش عمي الحاج، انا بالنسبه لي عمي الحاج ما كنطلب حتى شي حاجه اللي اكثر مني، انا بغيت غير باش انسان باش يعيش ويعيش كما يعني بكرامه والعزه، يعني بسيطه يعني ما خصوش وما عندوش، ما نص نص كما كنقولوا حنايا الحمد لله، انسان غير باش يعيش. الله يفرج عليك بنتي بسمة. كما كيقول عمي الحاج واحد المثل كيقول لك راه العيال اللي كيمد وما كيعيش اللي كيشد. فعلا فعلا بنتي، خاص الانسان عنده واحد المولد مستقر باش يقدر يعيش بكرامه. خاص عمي الحاج واحد الحاجه تكون ديالك، يعني فرض المثال شي حاجه شي مثلا ديالك، يعني تكون انت هاد عليها، يعني تكون تشدها شهريا زعما تكون شي حاجه ديالك، ماشي كل مره يجي يصدق عليك هذا يصدق عليك هذه، يعني الانسان راه كيمل من داك الشيء. الصدقه ربما كتمس الكرامه ديال الانسان، يعني لو كان عنده واحد العطاء اللي هو مستقل غادي يشعر بانه مرتاح، اما الصدقه دائما هي سعاده للمعطي ولكن كتكون بحال المدله للاخذ، يشعر بانه دائما محلي السفلى بالاستعطاء. نعم
نعم كتحس براسك دائما محتاج، دائما خاصك تطلب داك الانسان باش يعطيك، داك الانسان باش يساعدك، داك الانسان داك الشخص باش يعاونك. يعني نتمنى من الله تكون شي حاجه ما احسن من هكا يعني. يا ربي ان شاء الله بنتي. ولكن بسمة انت الحمد لله بنت الباديه وفاقده للبصر وكملتي الدراسه ودابا الان عندك البكالوريا، لو خبرتينا كيفاش كدوزي هاد الايام الدراسيه ديالك، كيفاش كتقري المواد الادبيه وربما العلميه باش توصلي لدوزي الامتحان؟ كنحفظ عمي الحاج غير الدار، لاني كنقرا غير حره يعني. حتى كيجي وقت الامتحان انا عاد كنمشي لذاك البلاصه اللي غندوز فيها، المدينه اللي غندوز فيها، كنحفظ غير في الدار وهكا. وكيصيفطوا لي الله يجزيك بخير عمي الحاج، كنشكرك بزاف لان ولا عندي الهاتف الحمد لله كنحفظ فيه القران وحاليا دابا كنستحق ان شاء الله واحد الهاتف اخر اللي يكون ذكي اكثر وكبير وفيه بزاف ديال لي بارامتر باش تقدر يساعدك اكثر. بان انت مقبل على البكالوريا الحره يعني خاصك مازال ان شاء الله الدعم والمساعده باذن الله. الله يجزيك بخير عمي الحاج. صراحه عمي الحاج انا ما قلتش، كنت نسيت هذه القضيه القرايه، ولكن عمي الحاج انا مهوسه بهذه القرايه، وملي كيجيو امتحانات كنحس براسي يعني كنبقى مريض، واخا يعني حتى الفائده دي راهم ما دوزهاش بسميتو بسهوله. ما بقيت كنقول صافي ما غادي نفضي، ما غاديش نكمل. ورغم كذلك الظروف الصعيبه واخا ما كيبغي حد يساعدني في هاد الامور، كي زعما شكون غيديك شكون غيجيبك، واخا بزاف كيعكسوا ليا وهذا وصافي. انا بالي مع القرايه، انا كنحلم عمي الحاج بالقرايه، كنتمنى من الله الله يوفقني يا رب. شنو المواد اللي عندك كتلقى فيهم بان اريحيه اكثر؟ ونقول لك عمي الحاج صراحه ماشي دابا عندي شويه صعوبه في الفرنسي، عندي صعوبه في بزاف يعني، ولكن المواد اللي عزيزه عليا هي التربيه الاسلاميه، وهي سميتو هذه ماده الفلسفه كتجيك صعيبه شويه. ضروري عمي الحاج. والاخرى هي المهم عندي المواد اللي عندي مزيانين وكيعجبوني بزاف الحمد لله. والطريقه ديال الدراسه واش عندك شي واحد كتواصلي معه بالواتساب ربما شي استاذ او شي؟ كاينين عمي الحاج، كاينين اساتذه الله يجازيهم بخير واقفين معايا وكيساعدوني في اطار الدراسه، كيقولوا لي حنا في اطار الدراسه حنا مستعدين نعاونوك ونساعدوك. سعداتهم هنيئا لهم، هنيئا هنيئا. نعم الحمد لله. واخا طريقة برايل، ولكن هما في يعني بحال دابا كيسجلوا لي ولا هكا صوت كرت ميموار سجيل اوديو. بارك الله وان شاء الله بنتي يكمل لك الله الرجاء، يكمل لك الله الرجاء. كاين عمي الحاج بيسين ناطق، شوف عمي الحاج ما بقى حتى شي حاجه صعوبه، راه خصك امكانيات. كاين بيسي تيدوي ناطق يعني يساعدك، كاين الحمد لله كل شيء موفر عمي الحاج. دابا هاد الشباب اللي هما مكفوفين ربما خاصهمش غير فقط هاتف نقال، خاصهم حتى حاسوب باش يقدر يقدر يواكب الدراسه. كاين عمي الحاج البنات تبارك الله كاملين، انا كنعرف ناس مكفوفات كاينين تيقراو في لافاك عندهم الحاسوب الناطق، يعني الحمد لله كيفاش كيتعاملوا معاه زعما ما شاء الله يعني الله الحمد لله. غير امكانيات عمي الحاج كلشي موجود دابا حاليا، غير اللي ما بغاش غير الاراده والعزيمه. الاراده والعزيمه والرفقه الطيبه، الرفقه الطيبه باش ياخذوا بيديك. نعم وعمي الحاج واخا الاراده كتكون في بعض الوقت، انا كنشوف مراسي يعني واخا كتكون عندك الاراده والرغبه راك باغي تقرا، ولكن رغم الظروف اللي كتعيش فيها كتمنعك. واخا كتكون عندك انت اراده وكيقول لك لا انت ما باغياش انت ما باغياش، ولكن ماشي انت ما باغياش، راه الظروف الحياه اليوميه اللي كتعيشي فيها انتيا ما مساعدكش. لا اله الا الله. واخا الشخص الاخر ما تيفهمش هذا الوضع هذا، ولكن كما تنقولوا ما كيحس بداك هذا غير اللي عايش فيه. الانسان اللي بعيد عليك راه ما غايحش بداك المعاناه اللي كتعاني بها انتيا. ولكن كنبغي نقدم لك تحيه بنتي بسمه، يعني رغم هذه المعاناه في العالم القروي وفقدان البصر وهذه الامراض ديال التحاليل الطبيه، ولكن الحمد لله هاد القوة العزيمة والإرادة يعني كتخلينا نحترموك أكثر ونقدروك أكثر، وبغينا بحالك نشوفوهم أكثر الناس اللي هما عندهم ظروف صعبة، أنهم يتجاوزوا الظروف الصعبة وأنهم يستمروا في العمل والدراسة وفي نعيشوا الحياة طولا وعرضا. الحمد لله عمي الحاج، واخا بحالي يعني كتقاتل باش هذا وباش تحصل أنت بحالي ما تحش بالنقص، حتى انت باغي تقرا، حتى انت رغم كذلك يعني انسان مكفوف وفي الباديه وهادي، ولكن يعني حتى انت عندك داك الاحلام كتحلم زعما، واخا
كتحاول حتى انت تعيش طبيعي، ما تحس بالنقص، ما تحس بهذا يعني، وخا رغم الظروف صعبه. لا اله الا الله بنتي، الله يكمل لك الرجاء. عمي الحاج والله العظيم قسم بالله، عمي الحاج اللي عطاوني 15 تحليله اللي عطاوني، وانا عندي كلشي الوراق عمي الحاج، انا الا بغيتي حتى نصيفطهم لك ما عنديش مشكل. باذن الله بنتي، باذن الله. هادو غير ديال بلاد عينيه، ورغم كذلك الحمد لله حتى انا كنبغي نقرا، حتى انا كان يعني كنشوف بنات كنسمع بنات كلشي كيقرا كلشي، هادي حتى انا كنبغي يعني رغم الظروف الصعيبه والصحه شويه الحمد لله اللهم لك الحمد، رغم كذلك نتمنهم الله، الله يوفقني ووفق الجميع المسلمين والمسلمات يا رب. بارك الله فيك بنتي بسمة، نتمنى لك إن شاء الله النجاح والتوفيق والسداد، وتحية إليك ولكل الشباب اللي هما مكفوفين وعندهم قوة الإرادة وقوة العزيمة، هذا هو المطلوب منا جميعا، رغم الحياة هي هكذا أيها الأحبة الكرام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.